خطوات محفزة وملهمة لشباب عايز يضمن مكانه ما بين المواهب المبدعة في مهرجان إبداع. مهرجان إبداع يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهارده معادنا مع فعاليات مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي واللي بيشارك فيها 43 متسابق متخصص وغير متخصص من كافة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والجوائز اللي بيتنافسوا عليها قيمتها 108,000 جنيه. جوائز مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي بتحمل اسم رائد من رواد العمل الإعلامي المصري والعربي الإعلامي القدير محمود سلطان. بيتهوفن الإعلام المصري محمود سلطان. محمود سلطان بيتهوفن الإعلام المصري واحد من جيل العمالقة بالتلفزيون وأحد الأصوات المميزة في قراءة نشرات الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء التاسعة. ارتبط اسمه بواحد من أشهر البرامج على الشاشة هو برنامج عالم الحيوان. وتأتي بعض الطيور التي تسمى ناقرات الثيران لتقف على ظهور الجاموس البري لتلتقط ما يتعلق بجسمه من الطفيليات أو الحشرات. كان محمود سلطان من بين أول فريق اشترك في تقديم برنامج صباح الخير يا مصر، والذي يعد أول توك شو إخباري في التلفزيون. عمل بالبرامج الموجهة من عام 1966 وحتى 1970، ثم انتقل للتلفزيون المصري وتقلد العديد من المناصب حتى أصبح رئيساً لقطاع الأخبار. امتد عطاؤه للمشاركة في عدة أعمال درامية، واستمر عطاؤه الإعلامي لمدة 40 عام نال خلالها العديد من الجوائز. كان له دور بارز كمراسل عسكري على جبهة القتال في حرب أكتوبر 1973، نال عنه نجمة سيناء كنوع من التكريم الرفيع. وكانت آخر تكريماتي في الدورة 15 بمهرجان الإعلام العربي عام 2010. لم يقف عطاء محمود سلطان على العمل الإعلامي، حيث حاول أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في مجال السياسة، وذلك من خلال عضوية مجلس الشعب من عام 1995 إلى عام 2000، وكان أول من يطالب بإنشاء نقابة للإعلاميين تحت قبة البرلمان. رحل الإعلامي القدير محمود سلطان عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز 74 عام. بنرحب بأعضاء لجنة التحكيم اللي بنستفيد من تقييمهم السديد لأداء المتسابقين، الإعلامي القدير دكتور محمد عبده، والإعلامية القديرة المتألقة ريهام إبراهيم، والإعلامي القدير دكتور محمد سعيد محفوظ. ودلوقتي هنبدأ مع حضراتكم فعاليات مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي، وما تنسوش شعار مهرجاننا مهرجان إبداع، مع إبداع حقق حلمك. ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فعاليات مسابقة اليوم مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي، وما تنسوش شعار مهرجاننا مهرجان إبداع، مع إبداع حقق حلمك. معكم عمر صبري حمدي فاروق من معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، معلق صوتي لمدة دامت 7 سنوات وطالب في السنة الرابعة. اليوم سأقدم لكم نصاً إذاعي عن مرض التوحد. مرض التوحد أو الذاتوية هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسمات باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتوي.
يظهر في سن الرضاعة، بالرغم من اختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم. بالرغم من عدم وجود علاج لمرض التوحد حتى الآن، إلا أن العلاج المكثف والتشخيص المبكر يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب. الصعوبات الرئيسية التي يعاني منها مرضى التوحد: العلاقات الاجتماعية المتبادلة، اللغة، السلوك. كلما تقدم الأطفال في السن نحو مرحلة البلوغ، يمكن أن يصبح جزءا منهم أكثر قدرة واستعدادا على الاختلاط والاندماج في البيئة الاجتماعية المحيطة، ومن الممكن أن يظهروا اضطرابات سلوكية أقل من تلك التي تميز مرض التوحد. حتى بعضهم ينجح في عيش حياة عادية أو نمط حياة قريبا من العادي والطبيعي. في المقابل تستمر لدى آخرين الصعوبات في المهارات اللغوية وفي العلاقات الاجتماعية المتبادلة، حتى أن بلوغهم يزيد من مشاكلهم السلوكية سوءا. أعراض مرض التوحد: نظرا لاختلاف علامات وأعراض مرض التوحد من مريض إلى آخر، فمن المرجح أن يتصرف كل واحد من طفلين مختلفين مع نفس الشخص الطبي بطرق مختلفة جدا، وأن تكون لدى كل منهما مهارات مختلفة كليا، ومنها: لا يستجيب لمنادات اسمه، لا يكثر من الاتصال البصري المباشر، يبدو أنه لا يسمع محدثه، يرفض العناق أو ينكمش على نفسه، يبدو أنه لا يدرك مشاعر وأحاسيس الآخرين، يبدو أنه يحب أن يلعب وحده ويتوقع في عالمه الشخص الخاص به. بناء التقرير الإذاعي مفتقد هنا، ما ينفعش ما يبقاش فيه ضيوف أو مصادر، فدي نقطة ضعف شديدة جدا في هذا التقرير، لا يوجد مصدر. رقم 2 فيما يتعلق بالصوت الرائع اللي أنا معجب بيه جدا، يعني عندي ملحوظة لو تسمح لي أقولها لك. أنا وأنا بسمعك كأنك بتقول برومو، كأنك بتقول إيه؟ برومو. وأول درس في فن الإلقاء، وهو بالمناسبة فن وعلم لكنه فن قبل أن يكون علما، أن أعرف ما هدف النص الذي ألقيه على الناس. كل نص في الدنيا، أي تكست، له هدف. ففي هدف لما أقرأ نص إخباري يبقى فيه التقرير والإخبار، في هدف بقرأ نص مسرحي، نص أدبي، ها، نص فيه برومو أو إعلان. كل نص من النصوص دي وراها إيه؟ أهداف مختلفة. فأنت هدفك في التقرير أن تقر بأن شيئا ما يحدث، أو أن في لازم يبقى في حس تقريري. اللي أنا سمعته عشان طبقة صوتك ما شاء الله واسعة وعريضة، كأنك بتقول برومو، كأنك بتشوق الناس. لا، اسمع تقارير كتير إذاعية وفي المدارس طبعا الكبيرة زي مدرسة البي بي سي، لا، هتجد أنه لازم يبقى أدائك في أداء إيه؟ إذاعي. تقريري. تقريري. تقر بأن شيء. كنت أحب أشوف ضيوف أو أسمع أطباء أو أسمع أمهات عندهم الحالات دي في بيوتهم، يعني إزاي بيتعاملوا مع أبنائهم، يعني أسمع أكتر من خلال أبطال للمادة اللي اخترت أنك تقدمها. ده بيبقى ضروري يعني ومطلوب. يمكن تكون اخترت أنك تعملها زي ستوري، بس برضو كنت أحب أسمع حتى لو متخصص يعني. تاني حاجة، الأداء طبعا والصوت موهبة وشيء عظيم وجميل جدا، وأكيد في الإذاعة هيبقى لك تميز وانفراد، بس حاول يعني أنه الأداء لو مثلا زي الموضوع اللي أنت مقدمه يكون على أهدى شوية، بس يعني لأنه أحيانا الأداء العالي أو الأداء المسرحي بيبقى قوي جدا على القصة اللي معانا دي، فبيبعدني بيشتتني شوية. مفيش التنوع الكافي في أدائك، الوقفات مش موجودة أو بتستخدمها بشكل مش سليم، الوقفة المعلقة والمغلقة، ففي مونوتون. اشتغل أكتر على التنويع وافهم القالب اللي انت بتقدمه علشان تديله الأداء المناسب.
حبيبة محمد، الفرقة الثالثة كلية تمريض جامعة اسكندرية. تقريري عن المكان الأول من نوعه في الشرق الأوسط وموجود على أرض مصر. يا ترى إيه المكان ده وبيتكلم عن إيه بالظبط؟ هو ده اللي هنعرفه في التقرير. تبدو للوهلة الأولى روضة أطفال، لكن بنظرة أوسع إلى المبنى من الخارج تدرك أنها مستشفى نيل الأمل، المستشفى الأولى لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بالمجان في مصر والشرق الأوسط، والتي أسست بأرض الإسكندرية على يد عدد من المتبرعين. أنا أول أصلا ما شفت منظر المستشفى من بره اتخضيت من الشكل الأول، قلت أكيد غالية ومش قد إمكانياتي، فلما جيت هنا كل حاجة هنا مجانية، ما مدفعش أي حاجة، وفي الأحلام عامة أنا لحد دلوقتي مسميها مستشفى في الأحلام مش على الواقع. تبدأ الرحلة داخل المستشفى من ارتداء بطاقتك التعريفية، ليصحبك بعدها المصعد بألوانه إلى وجهتك التالية. أما إن اخترت الصعود على قدميك فستجد ما يؤنسك، وصولاً إلى وجهتك كعيادة الأسنان لتجد بها شاشة عرض لتسلية الأطفال بالإضافة إلى الهدايا، وذلك إلى جانب وضع صور بعضهم على ملصقات المستشفى. صرت ايه؟ لان احمد اصلا ذوي احتياجات خاصه. عايز اقولك سنانه دي كانت سودة فعلا، بص وريها، بص ما شاء الله خلع بقى وحشى. عايز اقولك احمد ده يعني بقى مصاحبهم كلهم لازم يبصهم ويحضنهم اول ما يجوا كلهم، حتى لما بنطلع فوق لازم يقدموا للولاد حلويات وبسكوتات عصاير عشان يريحوهم. تتجسد راحه الاطفال في الاقسام الاخرى ايضا. هنا مثلا في قسم الاشعه تحيطك الرسومات الكرتونيه كما في غرفتي الأشعة العادية والمقطعية. ومنعا لخوف الطفل من تلك الأصوات، صممت غرفة الرنين المغناطيسي لتحاكي رحلة فضاء يرتدي فيها الطفل خوذته الفضائية، لتصبح تلك الأصوات المزعجة صوت انطلاق مركبته. أهم من أنت تكون هايلي سكيلد أن أنت تكون إنسان، عشان فقد شيء لا يعطي. فانت لما تبقى انسان هتعرف تعمل البني ادمين. مفيش حد، انا رايي كده انا ماشي كده، هي كلها وان يونت، هي خليه نحل واحده، فكله بيشتغل والعين هو ان شاء الله يخطر للعسل. يمثل خليه النحل هذه ذلك الشعار سداسي الشكل على الجدران، ومن هنا خلف هذا الباب تنتقل الافكار والخبرات كتنقل النحل على الازهار. تقرير جميل، مشرق، مبهج، صوتك بيضحك، دي اكتر حاجه مميزه صوتك الحقيقه، ومناسب الاداء ده مناسب للموضوع، خاصه ان هو مستشفى للاطفال واللقطات فيها تنوع وفيها بهجه وفيها الوان، الموسيقى مبهجه، ادائك رائع جدا، النص جيد جدا الى حد كبير، يعني انا حبيت التقرير الحقيقه، فبرافو عليك. الأطفال ووجودهم في التقرير أكيد هيبقى حاجة حلوة يعني لأي مشاهد، العين تحب تشوف الأطفال بروحهم حتى لو كانوا متعرضين لمرض. فأنت اديتي معلومة كمان أنه في مكان ممكن يخدمهم بالمجان، دي أول حاجة. تاني حاجة صوتك طبعا جميل وصوتك بيضحك جدا، فدي حاجة حلوة، بس أكيد لازم تكوني عارفة أنك هتلوني الصوت ده في حاجات تانية مش هتبقى محتاجة البهجة دي. عجبني البيستو كاميرا اللي في الاخر، لطيف وعاملاه يعني زي ما بيقولوا كده بروقان وبشكل لطيف. ابتسامتك طلتك وجه مراسل ووجه مقدم كمان ومذيعة برامج في المستقبل ان شاء الله، نشوفك كده تنوري الشاشه. شكرا جزيلا. انا تقرير شايفه لا مليان معلومات، نور لي مكان جديد كنت عايز اعرف عنه معلومات اكتر. اخترتي الفكره صح، لقطت المكان صح، وقدمت تقرير متميز، فإن شاء الله أنت مشروع إعلامية ومراسلة متمكنة تشتغل على نفسك وعلى أدواتك. بتمنى لك كل التوفيق يا رب. طبقات صوت ذهبية وبيزيد من قوة تأثيرها مضامين ثرية بكتابات إبداعية غير مباشرة وغير تقليدية، وده اللي لسه متابعينه مع حضراتكم من خلال فعاليات مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي.
مبدعون، موهوبون، متميزون، بالأمل يحلمون، ولسلم المجد يتطلعون، يتنافسون، يتسابقون في العلم وفي الفن، هم مؤهلون، ومن وزارة الشباب والرياضة ينطلقون. 10 سنين ومكملين الموسم 11 من مسابقة إبداع، الموسم الأقوى لاكتشاف المبدعين. مع إبداع حقق حلمك. محمود فراج رضوان، كلية التجارة جامعة اسكندرية. سوف أقدم لكم تقرير عن نبات نادر بيتم زراعته في مصر وأيضا بيتم تصديره إلى بعض الدول. في صباح باكر ومع طلوع شمس يوم جديد تهل علينا رائحة النباتات العطرية من أرض مركز أبشواي بمحافظة الفيوم. الحقيقة احنا بنزرع أكتر من 15 صنف هنا من النباتات الطبية العطرية. عندنا على سبيل المثال الصنف اللي احنا واقفين فيه حاليا دلوقتي ده نبات بيتقال عليه كلانديولا، وبيتقال عليه عباد القمر، وبيتقال عليه اقحوان. ويتم غربلة النباتات لتوضع في مشتل ثم تنقل بعد 40 يوما إلى الأرض الزراعية، حيث يتولى المزارعون الاعتناء بها لمدة 60 يوما. أمسك الحاجة كده أزرعها، أنظفها بإيدي، أحط لها سبخ، يعني الأرض مغذية، الأرض طبيعي، مش كوميته الحاجات دي مرفوضة عندنا يعني. ويقطف النبات ليتم تكفيفه لمدة تقارب أسبوعين لينقل بعدها إلى المرحلة التالية. أخذ من كل مكان شوية، أخذ حوالي كيلو وأوديه المعمل في وزارة الزراعة، وبقعد بستنى عليهم حوالي من 4 أيام لأسبوع يقولي لي النتيجة. أروح أجيب النتيجة أو بتجيني على الإيميل أشوف النتيجة. لو النتيجة سلبية وفيها متبقيات دي دول أخرى بتاخده، ولو ما فيهش مبيدات تماما وأورجانيك دي دول تانية بتاخده. وتقدر عائدات التصدير ب 200 مليون دولار سنويا وفقا لإحصاءات رسمية، وذلك لتميزه بالعديد من الفوائد. بالنسبة للنبات بتاعنا اللي هو القحوان، هو بيعتبر نبات عطر طبي. عطر طبي ليه؟ لان هو بيحتوي على زيت عطري، والزيت العطر ده بيستخدم من ناحيه مستحضرات التجميل، وايضا بيكون ليه تاثير شافي او تاثير طبي على الكائنات الحيه. النحل بصفه عامه بيحاول ان هو بيتغذى على الرحيق بتاع الازهار. فائده النحل على النبات نفسه ان هو النحل بيساعد في زياده عمليه التلقيح الخلطي بالنسبه للنبات، وبالتالي بيحسن لي من الانتاجيه بتاعه النبات لو انا عايز احصل على الثمار او احصل على البذور من النبات. وتصل إنتاجية مصر من النباتات العطرية إلى 10 ملايين طن سنويا، لتؤكد من جديد على نهضة مصر حاضرا ومستقبلا. أحييك على اختيار الفكرة، ممتازة. لي كذا ملاحظة. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالصورة، في تكوينات جمالية طبعا الموضوع بيفرض نفسه، بيتكلم على زهر الأقحوان وتصوير، ففي تكوينات جمالية رائعة جدا. الضيف اللي كان موجود جنب النبات كان أكثر من رائع، لكن مرة واحدة كسرت عيني كده وضايقت عيني لما رحت ليه أستاذ النباتات بجامعة اسكندرية. اللوكيشن ما كانش حلو خالص، وده عنصر مهم جدا في التقرير اللي هيكلمنا بشكل علمي عن الموضوع. انت رحت سجلت معاه محمود في ال... انا رحت سجلت معاه في جامعه اسكندريه كليه الزراعه سبع باشا. انت عارف انت عملت ايه معاه؟ حطيته ورا البورد، قدام البورد على طول، فعملت كده كسره في الصوره. الصوره كانت جميله بتبرق بره في الحقل، ومره واحده رحت لقيت واحد وراه البورد، كان تكوين فقير قوي. في
قراءتك طبعا أنا شايفة أنها قراءة سليمة وجميلة ومتزنة. يمكن حرف العين هو اللي إدى الانطباع شوية أن أنت يعني بتتكئ على الكلمات أثناء نطقها. حرف العين أكتر الحروف اللي بتبين ده، فخلي العملية سلسة، خاصة أن احنا بنتكلم عن موضوع جميل ولطيف جدا. فكرتك مميزة، صوتك خامة، صوتك جيدة. اتبسطت قوي ان انت غيرت احجام حتى في نفس الساوند بايت، يعني تستخدم انسرت ترجع للساوند بايت مرة تانية الاقي لونج بعد ما كان ميديم. فكرة جميلة، يعني في فكر في المونتاج. زي ما خامة صوتك جميلة فيها شوية مونوتون، محتاجة تنويع اكتر. اللغة محتاجة انضباط. الصوت الطبيعي كنت محتاج أسمعه أكتر، أنا في ريف أو في حقل محتاج أسمع صوت العصافير، الشجر. استخدمت موسيقى غربية برغم أن المكان ريفي. الإضاءة في البيستو كاميرا في الستاند أبر في الآخر حسيت أن هي ما كانتش موفقة، وشك كان مظلم. دايماً دور على مصدر الإضاءة وخليك في مقابله، لو هو وراك تستخدم ريفلكتور. دي كلها حاجات هتيجي بالممارسة، لكن أنا بحييك، برافو عليك. فاطمة حسين، طالبة في كلية الآداب قسم الإعلام الفرقة الأولى. حياتك اختيارك، بإيدك تختار إنك تعيش إنسان أو تعيش من غير وجود. بطل تقريري النهاردة كان له اختيار في حياته، يلا بينا نعرف إيه الاختيار وإيه القصة من التقرير. تعتقد أنك ما زلت صغيرا على الإدمان إلى أن يأتي يوم لم يكن في الحسبان. هنا في محافظة الإسكندرية توجهنا إلى مركز لعلاج الإدمان، حيث استقبلنا عماد أحد الناجين من ذلك المستنقع ليروي لنا جانباً من معاناته. والسن اللي هو المراهقة ده بيبقى عايز يكتشف حاجات جديدة، يدخل في مغامرات، يدخل في حاجات محدش جربها قبل كده، وناس كتير اترمت في الشارع بسبب المخدرات. قعدت 3 سنين في الشارع، كنت بشتغل نباش. تجربة أليمة، يرى عماد أنها علمته دروسا هامة. أحلى حاجة في الحياة والدنيا دي كلها الحرية. اللي بيشرب مخدرات ده هو ميت بالحياة، مش عايش، هو فاكر نفسه عايش بس لا مش عايش. قرر عماد أن يطوي صفحات الماضي ويصعد بهمته سلم النجاح ليصبح مديراً بمركز لعلاج الإدمان. اليوم اللي أنا خلصت فيه فترة التعافي عيد ميلادي جديد، مجرد بس أن تحطي دماغك على المخدة تنامي وتقومي الصبح مش شايلة أهم حاجة، ده في حد ذاته حاجة كويسة. طبيعة شغلي هنا أنا بيقولوا عليا جوكر، يعني مفيش حاجة ما بعملهاش. شغل في الإدارة، مسؤولية المكان، متابعة النزلة، مشتريات، صيانة، استقبال حالات من المطارات. وتأتي رحلة العلاج ضمن دور الجيش الأبيض في تقديم الرعاية الصحية للمريض ونشر التوعية اللازمة للحد من الإدمان. في حاجة اسمها تعليم مهارات الحياة، ان هو يقدر يتعلم مهارات الحياة زي مهارة زي التوكدية والحدود، ان هو ازاي يقول لأ وازاي يقول رأيه، يقول لأ لحد ممكن يعرض عليه شيء ممكن يضره أو يؤذيه. تعطيك وهما زائفا لا وجود له، فلا تكتب على نفسك الموت وأنت على قيد الحياة. فاطمة أنا مبسوط منك جدا جدا لكذا حاجة، عشان أنت لسه في سنة أولى ودي أول مشاركة في إبداع، وعملت تقرير جميل جدا، اشتغلت أنت عملت شوية تكنيكات فنية كده جميلة قوي. عجبني في التقرير طبعا فكرة أنك بتقدمي نموذج لمتعافى من الإدمان، استعنتك بالمشاهد التمثيلية وزملائك أكيد ساعدوكي في ده، ده برضو عنصر قوة في التقرير بتاعك كنت متنبهة ليه. كتابتك حلوة، فكرة ومخاطبة المشاهد في النص أو في التعليق الصوتي ده بيدي إحساس إن أنا لا أنا جوه معاكي في التقرير.
فبرافو انك انت انتبهتي في الكتابة انك تشركي المشاهد معاكي. شوفي انت عاملة حكاية صعب جدا الحصول على صورة فيها، وده بيحصل في أفلام تسجيلية مثلا أعتقد بيبقى أكتر، والتقارير ممكن. فأنا كنت يعني عايزة أعرف أنت هتتصرفي إزاي، لأنه هو بطل بيحكي حكايته بس كصورة لما تيجي بقى تنقلي هتجيبي إيه؟ ما هو خلاص هو متعافى وإنتي عندك ناريشن. فعجبتيني أن إنتي روحتي طريق سينمائي شوية كده، وفي نفس الوقت ما سرحتيش فيه، لأن في ناس بتقدم الحاجات بالشكل السينمائي ده أو الدرامي ده، ونلاقي بقى أن الموضوع كبر بقى فخرجنا من قصة التقرير خالص. أنتي عملتيها على القد وحجمها كان محدود ومظبوط، وعملتيها من باب أنها بتساعدك لخروج التقرير للنور. عايز أنصحك نصيحة. تفضل. أكيد. إلى جانب اهتمامك بالتقارير فكري في الأفلام الوثائقية. أنت مشروع يعني صانعة أفلام وثائقية ناجح بامتياز، عندك بذرة هائلة بتفكري بعقلية مخرج مش بس عقلية مراسل. أنت عملتي أكتر من حاجة أكدت لي ده. أولا طبعا كتابتك إبداعية، استخدمتي المشاهد التمثيلية وأخلاقيا كتبتي ده على الشاشة، استخدمتي أكتر من كاميرا للساوند بايت، استخدمتي إيه كاميرا أمامية وسايد كاميرا تانية، أنت أخذتي هذا القرار؟ أنا كنت مصممة عليه بحيث أن أبقى بنوع للمشاهد في الفرجة، وفي نفس الوقت احتياطي لو الكاميرا فصلت أو حصل فيها أي مشكلة يبقى معانا كاميرا احتياطي. ده تفكير مخرج ومنتج كمان. آية أيمن، طالبة بكلية أداب قسم أعلام فرقة أولى. حبيت أني أعرض تقريري بطريقة مختلفة بحيث أن أنا أعرف مين هو بطل الحكاية الحقيقي ومن هو الداعم في الحكاية. إنجازاتها الرياضية ترتفع معها همتها الإنسانية لتشكل حالة خاصة تبدأ من اسمها آية إنسان، والتي اتسع حصاد نجاحها ليشمل 30 عاماً. كانت الأم فيها خلف الستار ترسم طريق نجاح صغيرتها من ذوي القدرات أصحاب متلازمة داون، وذلك بمجهود أم تنسج خيوط الحب لابنتها. لأمي أنا بحب، لأمي بابا يرحمها، هي سعيدة وبحب. أنا بحبك يا آية، والله يرحمه بابا، الله يرحمه. لم تستطع آية إكمال حديثها معنا، فدموع قلبها اختلطت بأحضان والدها الغائب، لكن سرعان ما تغير الحال حين تذكرت حضنا أبويا آخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ترك أثرا في قلبها. أنا بحب السيسي، وهي إن شاء الله بحب السيسي. طاقة حب جعلت ابنة إنسان تهوى الأعمال اليدوية لتكون لؤلؤا تتزين فيه إبرتها بإشراف ودعم من والدتها. كمان واحدة. ويستمر عطاء الأم وابنتها ليخوضا سويا داخل محافظة الإسكندرية بمركز صحة بكوز رحلة التعليم والإبداع لباقي حالات داون. نادي الأسرة دوت للندوات لعيالنا، عشان كان عيلهم مثلا عامل حاجة غلط أو مش عارف إيه، ليه اسمها تعديل سلوك، أو أنا إزاي أتعامل مع ابني جاني جديد معاق. يعني كلمة إن هي إعاقة أو كده، لا، هي متحدي الإعاقة، مفيش حاجة اسمها ما نعرفوش نعملوها. مهارات مختلفة تسعى الأم من خلالها لتغيير وجهة نظر البعض عن حالات داون. كان لما تبقى ماشية الناس تقعد تبصلنا وبص عليها كده، لما الاقي حد بيجي يبص لبنتي كده بروح جايه بقى واخداه واقول له دي وضعها كذا كذا كذا، ودي بتعمل حاجات احسن ما انت بتعمل. ربنا يبارك لي فيها ويديني الصحه، ربنا ما يعني ما يرقلناش جد، ويديني الصحه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ياخد وضعتي انا وهي مع بعض. وبهذا يمضي قطار الابداع بآل انسان ليؤكد ان الاعاقه الحقيقيه هي اعاقه الاراده.
طبعا تقرير انساني جدا، وحبيت جدا العلاقه ما بين الام والابنه اللي فيها طبعا مشاعر تختلف يعني عن العلاقه الطبيعيه. قد ايه في ام متحديه كمان في التقرير، جدا صامده ونتعلم منها العزيمه، تدي درس في الحكمه. انت لمستي ده وعرفتي تقدميه. نقطة القوة أو موطن القوة في هذا التقرير في تقديري الأم وبنتها. أنت قدمتي يعني ضربتي عصفورين بحجر، قدمتي نموذجين ونموذج ملهم. تقرير كمان بيتسم بالإنسانية الشديدة، الإنسانية الشديدة، ودي باينة جدا في تعبيرات الوجه للابنة وللأم. لا، هما الاثنين نموذج إحنا كمشاهدين نتعلم دروس من هذا التقرير. لغة متميزة، أداء صوتي متميز. أنا مبسوط قوي، ده نموذج للفيتشر الإنساني، يعني قصة إنسانية يعني بتنطلق فيها من شخصية معينة تستحق إن احنا نعرفها. في تنوع في كل شيء، التنوع في اللقطات، في الأحداث، صوتك جيد، موسيقى خفيفة قوي من بعيد كده أثرت فينا، اختياراتك موفقة للساوند بايتس، كتابتك ملهمة وجميلة. إعلاميين كبار بيضعوا على عاتقهم صناعة حالة إعلامية قيمة يشار إليها بالبنان، وده حال أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي، واللي بينقبوا بيكتشفوا كنوز الإبداع الإعلامي، وما زال التنقيب مستمراً. إبداع ملوش حدود، ومواهب شابة من مصر أم الدنيا حلمهم ما بقاش بعيد، على خشبة المسرح هيتحقق أكيد. مع مهرجان إبداع الموسم الجديد هنتابع ونشوف أقوى المنافسات بين شباب الجامعات والمعاهد والأكاديميات في مختلف المجالات، ولجان التحكيم على أعلى المستويات. مع إبداع حقق حلمك. مؤمن حسام مخلوف، طالب بكلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر بالفرقة الأولى، سأعرض تقريراً مصوراً عن المشردين. تعبان مش قادر أتكلم. دموع حبسها الخجل، رفض العم صالح إتمام التصوير عندما تذكر الجروح النفسية التي تركها الشارع في أعماق قلبه. عم صالح وقت استقباله أنا كنت منهار جداً لوضعه، لأن هو كان جاي لنا تقريباً شبه منتهي، حالته الصحية كانت صعبة جدا، وضعه كان فيه إهمال شديد. كان جحود الأبناء سببا في تشرد الآباء وكونهم بلا مأوى. نزلت الشارع وجيت أطلع البيت لقيت الباب مقفول، ما فتحوش الباب خلاص، أنا يعني نمشي ما تجيش ثاني. فضلت على 10 أيام تحت البيت، اللي فتحوا لي ما فيش، المهم بنتي بقت تنشر غسيل ونقط عليا. مع أن الشارع قد قتل أحلامهم وآمالهم، إلا أن أرواحهم لا تزال طاهرة نقية حتى تجاه من آذاهم وأبعدهم. والله سأل لهم وأنا بدعي لهم، بدعي لعيالي، مش عاوز أخليهم يشوفوا أي حاجة، أصل أنا دعيت عليهم حرام، ليش عليهم؟ ربنا يهديهم. بداخل كل مشرد حكاية مختلفة، ولكنهم يشتركون في آلامهم وأحزانهم، لذلك قامت منظمات المجتمع المدني بجهود إنسانية عظيمة سعيا لتخفيف آلامهم
وتضميد جراحهم. المؤسسة بدأت لما شفت مسن مشرد في الشارع وحاولت ان انا اساعده، وما لقيتش اي جهة اهلية في مصر بتساعد اهالينا المشردين بلا مأوى. فمن هنا اتحركت عشان اعمل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان تكون متخصصة في رعاية أهالينا المشردين بلا مأوى. ولأن معظم نزلاء مثل هذه المؤسسة كانوا بحاجة لرعاية طبية كبيرة، كان لابد من توافر أطقم طبية كاملة لأداء هذه المهمة الصعبة. أول ما بتدخل لنا الحالة الشباب بياخدوها بيعملوا لها كير، بعد كده ننتقل للجانب الطبي بتاعنا، نعمل لها قياس للعلامات الحيوية بتاعتها، نعمل كشف طبي ظاهري مبدئي، وبعد كده لو محتاجة عندها أي مشاكل جروح أو حالات طارئة بنتوجه بيها لأي مستشفى. الهدف من فكرة رعاية المشردين ليست مجرد سكن وإيواء، وإنما إعادة تأهيل وإصلاح وعمل. وكان للدولة دوراً أساسياً في دعم ورعاية مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى المشردين بلا مأوى. نقاط القوة في التقرير برأيي وفي تقديري، صوتك ملائم جداً، كان في مد في بعض الكلمات لكن صوتك ملائم للحالة الإنسانية. مش عارف تتفق أو تختلف التركيز على إيد عم صالح وهو عنده باركنسون أو شلل رعاش، يعني ممكن الشوت الأولاني يعدي، لكن كتر التركيز على شخص مريض أظن مؤلمة أو قاسية للمشاهد. عجبني الكلام والساوند بايت أنت مختاره بعناية، يعني أكتر كلمة معبرة في التقرير لما تكلم وقال ربنا يسامحهم، وأنا يعني حتى بالرغم من العقوق وكل حاجة أنا مسامح ولادي. لغة ممتازة، عجبني سريعا الكتابة الإبداعية. شكرا جزيلا. دموع حبسها الخجل، الشوارع التي قتلت أحلامه، ده معناه أنك أنت عندك موهبة كتابة إبداعية وظفتها بشكل جيد في كتابة النص والتعليق. شكرا جزيلا. لم تخطئ في اللغة إلا خطأ واحد، لكن عيب يطلع من حد بتاع أزهر، خطأ فادح. كان للدولة دورا. أيوة أنت قلتها إيه؟ دورا. كان للدولة دورا. تكويناتك جيدة، عملت مزج ناجح بين الساوند بايتس المقاطع الصوتية والفي او التعليق الصوتي، وده يعني من أهم مقومات الكتابة للصورة. أنت فاهم أنت بتعمل إيه، كل اللقطات والإنسرتات زي ما أنت سميتها اللي أنت استخدمتها لها رسالة، كل لقطة فعلا لها وظيفة مش موجودة اعتباطا. أحجامك وتكويناتك، اللقطات الثابتة والمتحركة، يعني أنت استخدمت الثبات في بعض الأحيان، واللقطات المتحركة اللي عن بعد اللي أنت بتصور بيها بعض الناس اللي بتشتغل، أو اللقطات الضيقة وهما بيقلبوا الأوراق، كل دي يعني أفكار جميلة جدا. ممكن يبقى عندك قدر من المونوتون أو الرتابة، لكن اللي عوضوا جمال النص وجمال الفكرة وإحساسك بيها. شادي السيد طالب بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. أشعر بالغيرة حينما أكون في جمع إعلامي كبير كهذا وألا تذكر مدينة الإنتاج الإعلامي. ولأنها صاحبة الفضل في أن أكون بينكم الآن، اسمحوا لي أن أقدم لكم تقريراً عن مدينة الإنتاج الإعلامي. ستوب. هذه الكلمة الشهيرة سمعت هنا لآلاف المرات على مدى عشرات السنوات، فلطالما كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قلعة الريادة الإعلامية في الشرق الأوسط، وأصبحت معقلاً للقنوات الخاصة وعمود الأساس في أغلب الأعمال الفنية. فمنذ أن شيدت مدينة الإنتاج الإعلامي خلقت لنا صورة من الواقع عن طريق تجسيد عدد كبير من الأحياء والمدن المصرية كمدينة الإسكندرية، الحي الشعبي، جاردن سيتي، الحي الريفي، الحي الإسلامي وغيرها من الأماكن من قلب المجتمع المصري، لنعيش معهم الأحداث والمواقف
كما تقع في أماكنها الطبيعية. لكن ليس هذا كل شيء. لم يكتفي القائمون على مدينة الإنتاج الإعلامي بماض عريق وحاضر مشرف، بل أصروا على أن تظل لهم الريادة في كل التقنيات الإعلامية ليصنعوا مستقبلا مبهر. تفتح المدينة نوافذها على المستقبل عبر مشاريع عدة، في مقدمتها الاستوديو الافتراضي الذي يتيح مزيدا من الجمال والتخيل. ولتستمر ريادة المدينة اختارت أن تسهم في تطوير الإعلام بدلا من أن تكتفي بملاحقة تطوراته، فأنشأت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ومركز التدريب والتطوير لتضمن إعداد كوادر إعلامية محترفة على درجة عالية من المهنية والتطور. أنت عندك ثقة على فكرة، ممكن لو أرشدناها يعني مشيت في الاتجاه الصحيح توصل بيك لنتيجة هايلة. شكرا. لأنه أنت في الأول وتمتلكها، فده شيء مش موجود كتير. مهم جدا. أنا يعني ركزت في طريقتك، لأ البادي لانجوج هو امتداد للتعبير الكلام، صح؟ فمش لازم أبين إشارة كأني أوجه الناس أو كأني، كانت باينة جدا، فهي امتداد طبيعي وتلقائي دون توجيه. ده أبسط تعريفات لغة الجسد للمراسل والمذيع. فأنا لاحظت أن أنت بتقول للناس، بتوجههم يعني بشكل قد يفهم بطريقة مختلفة من قبل المشاهد. فده فيما يتعلق بالأداء الصوتي، الأداء لغة الجسد. الأداء الصوتي أنا مبسوط من صوتك جدا، يعني صوتك قوي ويمكن يعني خامة الصوت وماشة الصوت واسعة جدا ما شاء الله عليك، ممكن تشتغل عليها وتوظفها في ألوان مختلفة من العمل الإذاعي، فدي نقطة في صالحك. بعض بقى الحاجات اللي أنا أتمنى أتطورها في المرات اللي جاية، المراسل ما بيقولش كل حاجة. المراسل انت بتقول انا عايز اقول كل المعلومات على المدينه، سيب المصادر هي اللي تقول، انت ما بتقولش كل شيء. الظل يعني انت البدايه بتاعتك كاتشي جميله، البدايه والطاوله والكلام ده، شفناك بعد كده لقينا خطا فادح، الشادو بتاعك وبتاع المصور باينين وراك، لا لازم تخلي بالك تدرس اتجاه الشمس عامل ازاي، ممكن تغير تاخد من الناحيه الثانيه تماما. ما بننقلش ابدا في حركة، يعني انت واخد ديزولف هوب تروح موقف قاطع اثناء الحركة وداخل على حركة تانية زي ما قالك دكتور محمد، والترانزيشنز كتيرة قوي، وايبس وحاجة حفلة، لا انت بتاخد كت، مش لازم يبقى حتى ديزولف. ديزولف ده انتقال مكاني وزماني وانت مش محتاجه. المونوتون، علامة الايد، الستوب اللي انت قلتها في البداية كنت اتمنى اشوفها في النهاية تقفل بيها التقرير. الزهراء عصام، طالبة بالفرقة الرابعة صحافة وإعلام جامعة الأزهر، سأعرض تقرير مصور عن مبادرة فيري نايل، فلنشاهد. في جزيرة تقع وسط شريان الحياة في مصر، من أجل النيل وصياديه كانت نقطة الانطلاق من فكرة شبابية للحفاظ على مياه النيل من المخلفات. الأجهزة كلها والحاجات اللي في البحر كانت بتأثر على السمك، كان الصياد بينزل يصطاد سمك، ولما أخذ كلمة الزيت والحاجات دي كلها كانت بتخلي السمك يجي بعيد عن المنطقة. لما جينا نضفنا النيل والسليل بقى تنضف النيل، السمك رجع لطبيعته تاني، بقى السليل بينزل يشتغل بيلاقي السمك معاه، بيطلع السمك ويلم برضه ازاز وبينضف النيل، وجزء من هنا وجزء من هنا. والشركه دي فتحت برضه ايه بيوت ناس كتير قوي، يعني الحريم برضه للرجاله الستات لكل حاجه لعيال، الشركه دي بتساعدهم. قوارب صغيره تحمل على متنها انجازات كبيره حققتها مبادره فيري نايل على ارض الواقع، بحمل اطنان من المخلفات البلاستيكيه وإرسالها إلى المصانع بعد كبسها لإعادة تدويرها وتصديرها إلى الخارج.
وفقا لملف التنمية المستدامة وقضايا التغيرات المناخية، كانت الدولة حريصة على دعم هذه المبادرات والعمل على انتشارها لتستهدف تنظيف مياه النيل على امتداده من أسوان إلى القاهرة. من أهم بروتوكولات معنا هي بروتوكول ما بيننا كفيري نايل ووزارة البيئة، حتى وزارة البيئة هي اللي جت افتتحت المقر ده، فإحنا حق لينا إن إحنا نشتغل على تنظيف نهر النيل من أوله لآخره من خلال أي شراكات تاني في محافظات مختلفة. وبالفعل إحنا عندنا أكتر من 75 صياد كنا قاعدين معاهم الأسبوع اللي فات، وإن هم هيبدأوا معانا نفس الفكرة بس في أسيوط. ليست مجرد زجاجات بلاستيكية وحسب، يمكنك أن ترى أيضاً مجرد أكياس بلاستيكية لا قيمة لها، لكن هناك من يراها مصدراً إبداعياً لمنتجات يدوية صديقة للبيئة يبدع في صنعها رجال وسيدات هذه القرية. إحنا بنجنا أكياس من الكساء، أول حاجة بناخدها بنعقمها ونغسلها، بعد كده بتدخل مرحلة المكوى بتتكوي وبتجينا زي الشيك كده كبير، بنصفي منه اللي احنا عاوزينه، وبعد كده بتطبعه على الورق واحنا بنطبعه على البلاستيك وبننفذه بقى. وبعد كده بنخش مرحلة التطريز، وبعد كده بقى آخر مرحلة هي المكنة. زيادة التوعية ونشر ثقافة إعادة التدوير من أهم محاور هذه المبادرة، والذي ينشئ لدينا أجيالاً تحافظ على أرضها وبيئتها وتفكر بطرق مبتكرة لتحويل مخلفات إلى فنون تبهر ناظريها. الهدف بتاعنا إن احنا نعمل وعي عند الناس اللي بتدينا الأكياس دي بتتبرع بيها، وفي نفس الوقت إن احنا ننتج منتجات من بدل ما البلاستيك ده يترمي يبقى بيستخدم استخدام أطول، وفي نفس الوقت إن احنا نكون بنوفر فرص عمل يعني بطريقة مجزية ونطور من إمكانياتهم يعني. شاركنا في ديارنا في تراثنا، ففي حاجات زي معارض حرف يدوية، في حاجات بتبقى المعارض دي علاقة بالبيئة أكتر وتوفير البدائل للبلاستيك وهكذا. آمال نحلم بتحقيقها أن نرى مياه النيل بلا زجاجات بلاستيكية، وأن ننشر أفكاراً تدفع مجتمعنا إلى الرقي بنظام إداري قويم وأياد عاملة طموحة. الصورة جميلة مع إنك بتوريني قمامة وبتوريني حاجات ممكن تكون شكلها صعب، لكن قد إيه أنا حاسة لأنها هتتطور لما هو أفضل، إنها شيء جمالي في التقرير يعني، بالعكس هي إضافة. الناس وهي بتشيل الحاجات، الست وهي بتعمل بإبرتها اللي بتكوي، هو حركة الكاميرا بس في كم مرة يعني بتقطع فجأة، سيبيها تستريح، ادوها وقتها يعني، خلوا الكاميرا تخلص اللي انتوا اخترتوه، الشوت اللي انتوا اخترتوه ده، خصوصا لما سحبتي الكاميرا يعني حطيتي المنتجات كده واخدتيها كده يعني من الاول للاخر، وقفتي فجاه عند في بعد المنتصف بقليل، ما كملتهاش للاخر يعني، بس سيب الحاجات للاخر. غير كده انا مش لاقيه ولا حاجه في التقرير الا واقول عليها برافو، وشغل يقدر، صوتك، ادائك، لغتك، الستاند ابر، صوتك حلو قوي على فكره كمان. شكرا شكرا. وطلتك هاديه وجميله وربنا يوفقك. تقرير ليه هدف، وبعدين تقرير كمان نقدر نقول ليه رسالة. احنا محتاجين نعرف ازاي ممكن نوظف المخلفات والقمامة وإعادة تدويرها. والجميل اللي عجبني جدا في تقريرك اني شفت في بداية التقرير عملية التدوير، بعدين انتقلت مرة اخرى ازاي ده بيتحول الى مشغولات جميلة وصور جمالية، ده بنسميه الإعلام التنموي أو إعلام التنمية. فإحنا محتاجين جداً تقارير زي كده تتكلم عن التنمية المستدامة، تتكلم على إزاي إعادة وتدوير المخلفات. فالهدف من الفكرة رسالة نبيلة ورسالة مؤثرة وعارفة تقدر تصنع رأي عام، يعني تقدر تؤثر على الرأي العام. تصوير احترافي بالفعل، لو انت صاحبة هذا التوجيه فانت موفقة. الأصوات جيدة، الأصوات الطبيعية، الكتابة جيدة، استخدامك لأكثر من مقطوعة موسيقية
بغض النظر هم ايه، بس انت اشتغلتي على المزيكا، الحته دي تنفع هنا والحته دي تنفع هنا، لانه كل محور او كل سيجمنت في التقرير ممكن يبقى له مود مختلف. المصادر متنوعه، اداء جيد. القبول والطلة المميزة، عنوان التفوق والنجاح، والمزج باحترافية ما بين الموهبة والعمل الجاد الإعلامي المخلص، وده حال كتير جدا من المتسابقين معانا في مسابقة المراسل التلفزيوني والإذاعي واللي لسه مستمرة مع حضراتكم. حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى، وكنز بيفضل في رحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها قدام كل الحكايات بدأت من هنا، يا ما الحكايات أنواع. جي الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها قدام كل الحكايات بدأت من هنا، يا ما الحكايات أنواع. جي الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. حالا فكرة هيكون أول سكة بكرة، افرد حلمك على قد الدنيا، الدنيا تساء أصلها إبداع. عينك شايفة بعيد.